شكرا لك أخي علي. عبد الله من الرياض، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزاك خير. التأمين الطبي يا شيخ، إذا مثلا طلبوا على الألف ريال 100 ريال فقط، نعم، يجوز لأنه يتعالج منهم؟ نعم. الحين التأمين الطبي يطلبون مثلا تكلفة العلاج 1000 ريال، هم يطلبون 100 ريال فقط. يا أخي التأمين كله ما يجوز للطبي ولا غيره، لأنه أكل المال بالباطل. وإذا احتجت للعلاج عالج على حسابك لا على حساب الناس. نعم، أحسن الله إليك يا شيخ.